الموضوع الآخر اللي عندنا هو البايودايفيرسيتي. كلمة مصطلح بايودايفيرسيتي، أول شخص استخدم هذا المصطلح هو العالم رايموند دازمان سنة 1968، وبعد ذلك بعشرة سنوات بدأت تستخدم بشكل واسع. إذا the term of biodiversity was first used by scientist Raymond Dasman in 1968 and this term was widely adopted only after decade يعني بعد عشر سنوات يلا بدأوا يستخدموها بشكل واسع. And the biodiversity can have many interpretations، يعني biodiversity لها تفسيرات كثيرة أو تعاريف عديدة. التعريف الأول: the biodiversity is the degree of variation of the life forms within given ecosystem or an entire planet. إذا هي درجات الاختلاف الموجودة في مكونات الحياة في بيئة محددة أو في البيئة ككل في كل الكرة الأرضية. هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني لها هو the biodiversity is the total number of living organisms species within ecosystem or on entire planet، بمعنى هي كل الأنواع الموجودة في بيئة محددة أو في الكرة الأرضية ككل. إذن هذه تعريفين لنا لل biodiversity. والتعريف الثالث هو the biodiversity is the total of the genes, species and ecosystem of region. There is an advantage of this definition. إذن التعريف الثالث هو كل الجينات والأنواع والإيكوسيستم البيئات الموجودة في منطقة محددة. إذن هذا التعريف إلها أفضلية. ليش؟ because it has the three circumstances، يعني تمثل لي it describes the most circumstances of the three levels at which biodiversity variety have been identified. إذا هي تمثل لي، لأن هي فسرت لي المستويات الثلاثة الموجودة في البيئة واللي تمثل لي biodiversity، بما أنه فسرت لي ثلاثتهم، إذا هذا التعريف هي لها أفضلية عن الباقي. في حين أن بروفيسور أنثوني في جامعة غرادف في يونايتد كينغدوم وضع لي مستوى رابع للبايودايفرسيتي وسماها مولكولار دايفرسيتي، هذه سنة 2003. إذا في 2003 بروفيسور أنثوني at غرادف يونيفرسيتي يونايتد كينغدوم defined the fourth level of the biodiversity، انطاني مستوى رابع للبايودايفرسيتي، وهذا طبعا بالعهد القريب بال 2003، which is واللي سماها ب molecular diversity. واعتمادا على التعريف الثالث معناها انه هنالك ثلاثة مفاهيم للبايودايفرسيتي. The biodiversity referring to the last definition has اللي هي الثالث اللي ذكرناها can be studied by many aspects. يعني the elements of the biodiversity is أولا أدنى genetic diversity، وتعريفها هي أن الجينات هي المسؤولة عن نقل الصفات عبر الأجيال. This study genetic diversity is deals with the role of the gene as the gene is the responsible of the transmitting the characters of the organisms through the generation. إذن أين نقل المعلومات الجينات بين الأفراد؟ هذه معناها أنا درست البايودايفرسيتي من ناحية للمستوى الجيني، وإن أي تغيير في نقل الجينات أو في ترتيب الجينات، مثلا يحدث عندنا ميوتيشن، يحدث عندنا ريكومبليشن، هذه كلها تسمى دراسة البايودايفرسيتي على المستوى الجيني. إذن the any changes in the structure of the gene or in the arrangement of the gene by mutation or recombination will be transmitted to the next generation واللي قد تنتقل إلى الأجيال الأخرى and leads for more adaptation، يعني بعد مدة حدث تكيف لهذه الحالة with the ecological change. شو يصير بهالحالة؟ طبعا هذه التغير في الجينات وحدث عندي ميوتيشن وريكومبنيشن وعوامل أخرى،
بعد مئات السنين قد تؤدي إلى ظهور نوع جديد بعد أن يحدث الأدابتيشن. هذه هسه أشرح لكم إياها في موضوع السبيسيشن. أما الإيكولوجيكال دايفرسيتي هذه تتفق، إذا أنا كنت داريد أدرس الإيكولوجيكال دايفرسيتي هذه معناها راح أدرس علاقة الأجزاء الحية في الكون مع الأجزاء الغير حية، أو دا أدرس علاقة الكائنات الحية الموجودة في الكون مع بعضها. إذا the ecological diversity is this study deals with the relationships between the living ecosystems. Living ecosystems هي all the forms of the life and non-living ecosystems اللي تمثل لي الwater, soil and air and light. كذلك الدراسة also between the bioecosystems الكائنات الحية الموجودة في البيئة مثل هي procedures, the producers or consumers or the compositors. يعني دراسة المنتجات والمستهلكات والمحللات، هذه دراسة العلاقة بيناتها، هي هذه دراسة تعتبر دراسة بيئية ecological diversity. أما بالنسبة للspecies diversity فدراسة النوع، إذا أخذت النوع بديت أدرسها بديت أميزها وانطيت وصف لها وكلاسيفيكيشن تصنيفها، ثم بعد ذلك حددت أعدادها، هذه كلها سويتها في بيئة محددة مثل ما ذكرت، هذه معناها أني درست the species diversity. إذا the species diversity is the study of the species by recognizing it and description وصفها، classification تصنيفها and estimation of the species numbers تحديد أعدادها في بيئة محددة، هذه معناها أني درست الـ Species Diversity. موضوع الـ Species Concept. Species Concept معناها مفهوم النوع، مفهوم النوع، هناك عدة مفاهيم للنوع وعدة تفسيرات لها. فهذا النوع إذا كان حيوان أو نبات فنلاحظ مفاهيمها هي أولا Typological Concept المفهوم الطرازي للنوع أو المفهوم الظاهري للنوع، وهذا المفهوم typological concept معناها أن النوع الأفراد التابعة إلى نوع واحد يكون لها شكل ثابت. هذا المفهوم وضع لي نص قال الأفراد اللي تتبع نوع واحد يكون لها شكل ثابت. That means each species has a certain type with the specific morphology، يعني الصفات الظاهرية مالها الخارجية المورفولوجي مالها يكون ثابت. This type unchangeable، أهم شيء نخلي خط تحت unchangeable. لينوس ايش قال؟ قال إنه هذا النوع إذا كان إلى شكله الظاهري بشكل محدد فهذا يكون unchangeable غير متغير. And give the species its recognition from other species، ذكر إنه هذا النوع أقدر أميزه عن نوع آخر من خلال الشكل الظاهري ماله اللي يكون شكل ثابت غير متغير. وهذا كان unacceptable، كان غير مقبول من قبل الباحثين الآخرين. ليش كان غير مقبول؟ ليش إذا مفهوم لينوس كان غير مقبول من قبل الباحثين الآخرين؟ ليش؟ نرجع لسبب مالها. السبب إنه بعض الأنواع قد تكون polymorphisms أو بعضها تكون metamorphisms. And also there is morphological difference between the sex. إذا السبب إنه الباحثين ما قبلوا على رأي لينوس بأنه الأشكال النوع الواحد يكون ثابت، ليش ما قبلوا؟ قالوا بعض الأنواع أكو تكون polymorphisms، بعض الأنواع أكو بها تحتوي على metamorphisms. طلاب هسه أنا أطرح عليكم سؤال أريدكم أنتم تجاوبوني عليه، شنو معنى polymorphisms وشنو معنى metamorphisms؟ إضافة لهذا قالوا أنه أيضا هناك اختلاف الأفراد اللي يتبعون لنوع واحد، لأنه الذكر يختلف عن الأنثى بالشكل الظاهري ماله. إذن هذا سبب، والسبب الآخر قالوا بعضها تكون polymorphisms وبعضها تكون metamorphisms. هسه أريد أنتم تفسروا لي شو معنى هذه المصطلحين. النقطة الأخرى اللي ذكروها اللي كانوا مقابلين بها الشكل الثابت أو الشكل الطرازي للنوع، قالوا some species divided between into subspecies in their population. هنالك بعض الأنواع تحتوي على نوعيات، يعني نوعيات يعني أفراد تتبع نوع واحد لكن تكون نوعيات مختلفة، يعني
الشكل الظاهري مالها يكون مختلف فرد عن آخر. مثلا عندنا sibling species. sibling species هي أنواع مختلفة لكن أشكالها متشابهة. هذه نلاحظها في أحيانا في الحشرات تكون موجودة، تدرسوها أعتقد دكتور حيدر حينطيكم إياها في مادة البايوسيستماتكس. sibling species وهي different species with a similar morphology. إذا هذه سببين من بسببين ذكروها الباحثين، هي اللي قالوا بحيث ما قبلوا على رأي ليناس بأن المفهوم ما قبلوا بالمفهوم الطرازي للنوع اللي يفسر يقول إنه النوع له شكل ثابت، شكل ظاهري ثابت. المفهوم الآخر للنوع هي البيولوجيكال كونسبت، المفهوم البيولوجي للنوع. إذا أخذت مجموعة من الأفراد اللي تعيش في مجتمع، هذه الأفراد الممكن أن يحدث بينها تتزاوج interbreeding and fertile offspring، يعني ممكن أن تتزاوج وتنتج لأفراد خصبة وتعيش في بيئة محددة وما تقدر تتزاوج مع أفراد أخرى وتنتج أفراد خصبة. هذه المفهوم هو مفهوم البيولوجي للنوع. إذا the species is a series of the populations that are capable in nature of interbreeding، يعني لها قدرة في الطبيعة أن تتزاوج with another of yield fertile offspring and تنتج لي أفراد خصبة، but that are ordinary unable to interbreeding with the other different species، يعني ما تقدر تتزاوج مع أفراد أخرى and cannot mate and produce the fertile offspring. بالتالي هذا تسمى بالبيولوجيكال كونسبت، المفهوم البيولوجي للنوع. المفهوم الثالث للنوع هو نون دايمنشنال كونسبت، بمعنى ان النوع مفهوم النوع عديم الابعاد. شو المعنى؟ هذا تعريفها او مفهومها هو عكس مفهوم اللي ذكرناه ليناس اللي ذكرناه التايبولوجيكال كونسبت، بمعنى the individuals of the some species are not always alike، هي مو دائما متشابهه. There is a difference between them like sibling species and polymorphisms and metamorphisms، يعني اكو هناك اختلافات. فمثل ما ذكرت لكم اريد شرح ما تنطوني معنى شنو معنى polymorphisms and metamorphisms. موضوع الاخر اللي ناخذه هو speciation او التنوع او كيفية حدوث التنوع. طبعا هذه اذا كان شرح شوية صعب توصل لكم الفكرة، فحاولت أسوي لكم إياها ديجرام أو فد مخطط. هذا المخطط وزعته على صفحتين بالباوربوينت هنا لأنه مدى يطلع كلها بصفحة واحدة، فحاولوا تقروها تشوفوها بالمحاضرة وتفهموا المعنى ماله لأن هي على صفحتين صايرة. زين speciation التنوع، نلاحظ إذا كان عندنا مجموعة من الأفراد هنا عندنا واللي نسميهم population، مجموعة من الأفراد في بيئة محددة، هنالك هذه الأفراد عدة عوامل تؤثر على هذه الأفراد. هذه العوامل إما هي تسمى بعوامل التطور أو تسمى بقوى التطور نسميها power of the evolution، أو عوامل التغيير تسمى power of the variation. فعوامل التطور اللي موجودة عندنا هنا اللي تتأثر على السكان هي الميوتيشن. الميوتيشن قد يؤدي إلى تطور الكائن الحي، إذن هي من عوامل التطور. Mutation الطفرة natural selection and gene drift، في حين عوامل التي تؤدي إلى تغيير الكائن الحي هي the power of the variation اللي هي أيضا الميوتيشن. يعني الطفرة قد تكون يعني مفيدة تطور من الكائن الحي أو قد تكون ضارة للكائن الحي. إذا الطفرة ممكن أن تكون من the power of the evolution or and the power of the variation. إضافة إلى ذلك عندنا الميجريشن الهجرة، يعني هجرة أفراد من خارج المجتمع إذا إجوا دخلوا بالمجتمع، هذه الهجرة قد تؤدي إلى تغيير في جينات المجتمع. إذا الميجريشن هي أحد عوامل التغيير، إضافة إلى الجين فلو. إذا هناك ثلاث عوامل هي the power of the variation and the ثلاث عوامل هي the power of the evolution تؤثر على المجتمع. بالتالي نلاحظ أنه هذه المجتمع ضغط العوامل عليها، العوامل البيئية المؤثرة عليها، إضافة إلى الولادات اللي تحدث بها وزيادة أعدادها، يحدث هنالك زخم. شو يصير؟ هذا الزخم يؤدي إلى هجرة مجموعة منها إلى مكان آخر لأن يحتاج إلى توسعة بالمكان.
إذا هذا المجتمع الواحد يتحول إلى مجتمعين. لاحظ هنا تحولوا إلى مجتمعين، ليش؟ بسبب زخم المكان، زخم الأعداد وضيق المكان عليها، صارت مجتمعين، كل واحدة راحت عاشت في بيئة محددة لها. هذه اللي مرسوم باللون الأزرق نلاحظها، المجموعة اللي جت عاشت في بيئة محددة لها، أيضا هنالك نفس العوامل اللي تأثر عليها اللي ذكرناها، الـ Power of the Evolution and the Power of the Variation، نفس هذه العوامل اللي تأثر عليها، إضافة إلى البيئة مالتها والأفراد اللي دخلت إلها، قلنا اللي حدث بها Migration والميتيشن، معناها راح يحدث تغير طفيف في هذه المجموعة، أيضا المجموعة الأخرى يحدث بها تغير طفيف. هذا التغير الطفيف من حدث في هذه المجموعة شو معناها؟ معناها صار بهذه الفرد صار بها تطور، التطور اللي نسميه هنا مايكرو ايفوليوشن او تغير بسيط حدث في هذه المجموعة حسب البيئة اللي عايشة بها. بعد ذلك نلاحظ هذه المجموعة اللي عايشة في هذا المحيط او الانفايرمنت معين يحدث بها adaptation للمكان اللي عايشة به، يحدث بها تكيف للمكان اللي عايشة به، والتغير الجيني البسيط اللي حدث بها هذه بين أفراد هذه المجموعة حدث بها تكيف، أيضا المجموعة الأخرى اللي هاجرت إلى منطقة أخرى أيضا حدث بها تكيف. وهذا التكيف نفتح الصفحة الأخرى حتى نلاحظ شو يصير بعد ذلك. بعد أن حدث تكيف لهذه البيئة اللي موجودة بها نلاحظ حدث بها isolation، يعني بعد فترة طويلة هي بالبداية حدث بها تكيف للبيئة اللي عايشة بها، ثم بعد ذلك يحدث بها isolation. isolation هي reproductive isolation أو الانعزال التكاثري، يعني بالبداية يصير بها انعزال بسيط، بعد ذلك يحدث reproductive isolation أو الانعزال التكاثري. هذا الانعزال بعد مرور مئات السنين أو بعد مرور فترات طويلة جدا بعد الايزوليشن نلاحظ يظهر عندي new species، يعني شنو؟ يعني بعد الريبرودكتيف ايزوليشن يعني معناها ما تقدر تتزوج مع الأفراد الأخرى بالرغم أن هي اثنيناتهم طالعين من مجتمع واحد، ما تقدر تتزوج وياها وتنطينا أفراد خصبة، بالتالي هذا النوع بعد مدة طويلة راح يظهر عندي نوع جديد. صار إذا هنا نش صار بعد مدة طويلة صار عندي مايكرو إيفوليوشن، تطور كبير أو التطور الكبير مايكرو إيفوليوشن. إذا هذه الأدابتيشن بعد ذلك الأيزوليشن يحدث بيئة الأفراد يؤدي إلى ظهور النوع جديد. إذا هذه اللي نسميها السبيسيشن، إذا النوع الواحد بهالحالة تحول إلى نوعين بعد حدود بعد فترات طويلة من الزمن، واللي ذكرنا انه هي حدثت بسبب الايزوليشن، يعني الايزوليشن يكون بناء على انواع، قد يكون بالبدايه ايكولوجيكال ايزوليشن انعزال بيئي وانعزال تكاثري، هو الانعزال التكاثري اخر شيء يحدث واللي يؤدي الى انه ينفصل هذا الفرد عن هذاك الفرد الاخر اللي يعيش في بيئه اخرى، بالتالي بعد مرور مئات السنين قلنا يحدث السبيسيشن او ظهور نوع جديد.